مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات بناء على طلب حضراتكم. طبعا دلوقتي هيبدأ معنا الشوط الأول، وهنبدأ نقول لحضراتكم احنا هنعمل إيه. أصدقائنا اللي طلبوا وصفات اقتصادية من ضمنهم كانت المسقعة البلدي، اللي احنا لما بنروح نشتري الفول والطعمية من المحلات المخصصة ليه بنبقى دايما عايزينها علشان تحلي الأكلة بتاعتنا في الفطار. وفي ناس بتحب تعملها في البيت، تحطها في التلاجة، تبقى نوع من أنواع الحاجات المقبلات أو حاجات الفاتحة للشهية وكمان مغذية. احنا هنعملها بطريقة تبقاش يعني ايه، تبقى محتفظة برضو بالفيتامينز اللي فيها من غير ما نقليها. طيب هنعمل المسقعة البلدي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنعمل كام وصفة كده لطيفة ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. طيب المسقعة البلدي هي عبارة عن بتنجان متقطع مكعبات. الحقيقة احنا انا هشويه في الفرن، انا مش هقليه، لكن في المحلات بيقلوه، واحنا اتفقنا ان البتنجان لما بيتقلي بتروح كل الفايدة والفيتامينز اللي فيه بمجرد انه اتقلى، فخلينا احسن نديله معلقة الزيت ونشويه في الفرن، هيطلع كأنه مقلي بالظبط وطعمه احلى وافيد اكيد. طيب عندي بطاطس متقطعه مكعبات برضو حطيتها بنفس الطريقه في الفرن، وعندي فلفل رومي متقطع مكعبات، كل ده بيتحط على صاج واحد، نعمله معلقه زيت واحده وندخله الفرن مع رشه ملح ورشه فلفل. طيب عندي طماطم متقطعه مكعبات، معلقه كبيره من الصلصه، معلقه كبيره من الثوم، معلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من السكر، ملح وفلفل وكزبره جافه. هبدا اول حاجه اقول بسم الله، هجهز للصوص بتاع المسقعه البلدي دي. طبعا هي ليها كده ايه زي تخديعه، ما بيقولوا عليها تخديعه كده، تنزل فيها تتصلصل وتشرب الايه الطعم الحلو ده، وبعدين يدي بقى نكهه حلوه للبتنجان وللبطاطس وللفلفل. متعارف عليها الفلفل الاخضر الرومي، لكن اذا حضراتكم حابين تضيفوا لها فلفل الوان ماشي. انا بجيب البتنجان وبقطعه وبعدين بعمله مكعبات وبحطه على صاج، الصاج ده عليه ورق زبده، وبحط معاه بطاطسايه او بطاطستين على حسب وفلفلايه، وببدا اديله معلقه زيت زيتون ورشه ملح خفيفه واقلبه مع بعض كده. في ناس بتدي رشه فلفل او منكهات يعني، او تدي فصين توم معاهم وبعدين تروح هرساف وسطيهم، بس احنا خلاص اوريدي عندنا توم مفروم. طيب احنا بقى هبدا اسخن كده طاسه على النار، هاخد كده انا عاملها يعني بما انها بقى البتنجان مشوي والبطاطس معموله في الفرن فهي صحيه، فهعمل كده معلقه زيت زيتون، وهبدا اخد كده الثوم. اول حاجه نشوح الثوم الحلو ده، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه الثوم الحلوين كده، نطلع الريحه الحلوه كده، وطبعا على طول بكون مجهزه الطماطم كده، تاخد الصدمه الحلوه دي وايه وتمتص سخونيه الطاسه، وتبدا بصوا تعمل ازاي، تبدا خلاص تكش سنه وتبدا تديني الصلصه الحلوه بتاعها. بقى هقلب كده، الريحه طبعا روعه، هضيف برده هنا في النص معلقه الصلصه عشان انا بحب ان الصلصه دي تطلع الماده الحافظه اللي فيها، وطبعا يفضل استخدام الصلصه اللي في البرطمانات الازاز. ان شاء الله نعمل مع بعض الصلصه او معجون الطماطم في البيت، بيتعمل ليه طريقه، بيعملوه بيجففوها على الشمس، ليها طريقه كده، الاول بتتعمل بالملح، الطماطم فريش تتغلف بطبقات الملح ويسيبوها كام يوم، وبعدين ياخدوها يبداوا يصفوها، بعد ما بيصفوها بيبداوا يحطوها على شاش حاجات يعني تصفيها فيها، ويقلبوها كل يوم في الشمس عشان لما توصل لمعجون الايه الصلصه ده. بصوا كده طلعت بس الطعم منها، هاخد بقى هنا كده شويه من الميه كده مش كتير عشان اطلع كل الحاجات اللي في الايه في البان دي اللي جفت او اتحمرت وايه ومسكت فيها. بسم الله كده، هاخد بقى ابدا اطعم بقى الحاجات الحلوه دي، وهنتكلم عن فوائد البتنجان. طيب معلش حصل خير، هاخد واحده تانية، هاخد كده رشه كده من الفلفل،
طبعا نقدر الناس اللي بتحبها مشطشطه، ولو ان انا ما بحبش الحاجات المشطشطه قوي، يعني بتبقى ساعات القليل منها هو المفيد ولكن الكثير منها بيؤذي، يعني خصوصا الناس اللي عندها مشاكل في قرحه المعده او القولون او فممكن يحطوا يا اما قرن فلفل او معلقه من الهريسه اذا حابين يعني، ودي برضو بتطفي تيست حلو قوي. بصوا الطماطم صلصلت ازاي وبقت جميله، الصدمه اللي خدتها في الاول، ودي برضو المرحله لو حضراتكم بتحبوا الشكشوكه هتلاقوا ان المرحله دي تعمل الشكشوكه، بنعمل الشكشوكه كده برضو، بس طبعا بنحط بصل. ساعات ناس بتحب توم بس هي الاصليه بتاعتها بتبقى بالبصل. هنا هضطر احط المعلقه الصغيره من السكر عشان الحموضه، اتفقنا انه السكر بيعالج او بيخف من حده الحموضه بالذات في صلصه الطماطم، والناس اللي بتتعب في الموضوع ده جدا. خد بس الطماطميه دي اشيلها كده ونقلب تقليبه حلوه، وبعدين عندي الخل هخليه جنبي، وعندي الكزبره الجافه اهو كده، قلب تقليبه حلوه، هرفعها بقى من على النار، خليني ارفعها كده من على النار ايوه، وبعدين هضيف الخل وهنقلب تقليبه حلوه. كده خليني ادوق، انا مش عارفه الملح اخباره ايه لكن ممكن سنه بسيطه قوي من الملح، عايز حاجة بسيطة. أنا عموما ما بملش للملح الكتير ولا للسكر الكتير، يعني أحب الحاجة مظبوطة ولو أقل ملح، يعني مثلا لو عملنا أكلة مظبوط ملحها قوي تلاقوني قللت الملح في السكر في الـ في الـ في, الـ في الرز عشان يبقى فيه تناسب، فليأكل الرز ما يبقاش برضو واخد التمليح القوي قوي، فيبقى فيه تعادل ما يبقاش حاسس إن في حاجة ناقصة بس تمام. طبعا أنا حطيت معلقة صغيرة سكر خلاص، هبدأ بقى آخد كده المكونات دي. هاخد الاول بطاطس عشان هي اقدر اقلبها من غير ما تتهري. اخر حاجه ممكن اخلطها هي الباذنجان كده، وناخد بقى سباتولا كده لطيفه، بلاش بقى المعلقه الخشب دي، وهنقلب كده دي بقى بتتعمل لما تسقع بتبقى رائعه الحقيقه، يعني حطوها بقى في علبه كده في الثلاجه نستفيدوا ايه منها. ننزل بقى الباذنجان، بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا طبعا بتتابعوا الشوى او الشوي بتاعه، بتقلبوه كل يعني تفتحوا الفرن وتقلبوه لازم عشان يبقى من كل النواحي اخذ نفس اللون، وبيبقى الحقيقه مستوي انه خفيف وما بتحسوش ان هو تقيل، والزيوت دي بتحمى بتبقى مش حلوه، والقلي اصلا ضيع لي الفايده، فانا باكله ليه بقى في الاخر؟ يعني انا شايفه ان في الاخر لو انا باكله بدون فايده يبقى لا. هو طبعا ليه فوائد كتيرة جدا، اصلا هو غني جدا بحمض الفوليك والبوتاسيوم، فيه فيتامينز كتير ومعادن كتيرة بجد، في ناس كتير قوي بتاخده، وطبعا بيعزز صحة القلب كمان، بيقوي المناعة، وهو في نسبة حديد عالية كمان عشان حضراتكم تبقوا عارفين، وبيبقى فيه يعني الناس اللي يعني لا قدر الله بيبقى زي بالظبط القرنبيط وزي البروكلي، الحاجات اللي بتحمي من الكانسر او الامراض اللي قدر الله امراض المناعه القويه. يعني الفلفل الرومي والالوان دول عنده كميه مضادات اجسده غير طبيعيه، في فيتامينز جدا كويسه جدا بتقوي المناعه، عشان كده دايما لما بيبقى فيه نقص في المناعه نقول ايه طبقه سلطه وفي كميه فلفل الوان كتير. الناس اللي بتحافظ بقى على البشره دول بيستخدموه كتير جدا، بيبقى في اطباقهم الرئيسيه، وعلى فكره هو غني بفيتامين سي طبعا، بسم الله، وطبعا برضو للانيميا. خليني بس اخد كده اللوش هنا اغرف احلى، بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي مش هاخد بقى، كان المفروض بقى احنا يا سلام والله قريت افكاري. انا بصراحه كان نفسي احط القرن الفلفل ده، بس انا قلت علشان اصدقائنا بيقولوا يعني بلاش الحار، ما رضيتش اعملها لاصحاب الوصفه فيها الفلفل الحار ده، لكن الريحه طبعا روعه، بصوا وجميله ومختلفه ومغذيه وفيها كل الحاجات الحلوه، مختلفه برضو.
كان لازم في البيوت زمان، انا فاكره كان لازم عندنا البتنجان المخلل او البتنجان بالخل والثوم، لازم الجيلي، لازم الكريم كراميل، في اطباق رز بلبن، حاجات العاديه اللي انتوا عارفين تفتحوا الرف الثلاجه تلاقوا الارفف ايه، بسم الله ما شاء الله في البيوت زمان عامره يعني بالخيرات كلها. فكانوا في البيوت زمان لازم يعملوا حاجات حلوه كده، فتلاقي دايما طبق مخلل، طبق يعني خيار مخلل، تدخل المطبخ تلاقي كده على الرخامات الحاجات اللي هي ايه، هديكي كده شويه حاجه تفتح نفسك جنبها مع الاكله، فتلاقي نفسك كان لازم يبقى فيه الحاجات دي زمان، كانوا يعني مهم قوي الحقيقه في حياتنا انه سيدات والامهات كانوا بيعملوا الحاجات دي كتير جدا. ما بجانب الوجبه يعني كده، بصوا بقى الجمال برضو يعني طبق حلو. وبعدين لما انا معرفش انا احب اكله ساقع، يعني انا عن نفسي هاكله ساقع، تسقع بقى كده وتصلصل في ورشه زيت زيتون كده عليها، والواحد ياخدها في عيش كده ربع رغيف بلدي ولا حاجه، تبقى رائعه بصراحه، يعني من الحاجات الرائعه. بسم الله. والله يا مصطفى احنا لو عندنا قرن فلفل ما عنديش مانع والله، انا موافقه، ممكن تجيبي قرن فلفل اخضر عشان بس مخرجنا ما يزعلش. طب يعني انا ما اقدرش يا استاذ ابراهيم، والله ما اقدرش يا فندم، حطها حالا دلوقتي قرن الفلفل. وبالهنا والشفاء على صحه حضراتكم، اطباق لطيفه جدا، وايه ومن الحاجات برضو اللي تفتح النفس تتاكل بشكل لطيف. واهم حاجه عشان خاطري بلاش القلي، بلاش نقلي. في وصفه تانية هنعملها، الوصفه دي من الحاجات اللطيفة، في ناس محبة للبطاطس جدا، وعلى فكرة البطاطس دي بتعمل بيها بسكوتات، وبتعمل بيها معجنات، وبتعمل بيها معجنات حادقة، وأصناف بتبقى غنية جدا وحلوة جدا. تسلم إيدك يا مصطفى. الواحد ما بيحسش إن هي قد كده مهمة إلا للناس اللي بتحب البطاطس بجد. يمكن أنا، تسلم إيدك، يمكن أنا بحب مثلا أدخل البطاطس في حاجات كتير، بحب المهروسة، وبحب اللي بتتعمل كور، وبحب الكبيبة، الكبة البطاطس اللي تتحشي لحمة مفرومة، إذا مش بالضرورة نعمل الكبيبة يعني أو اللي هي باللحم، لو عندي شوية لحمة أعملهم في بطاطس، ممكن الرولات، الكروكيت، ممكن حاجات كتير، والولاد بيحبوا الحاجات دي قوي. أنا النهاردة هعمل وصفة برضو لطيفة بقوارب البطاطس. البطاطس العادية بتاعتنا، خلينا نتفق إن البطاطس ليها أنواع. النوع اللي انا هجيبه هو النوع بتاع اللي بيتحمر، يعني ايه، في نوع بيبقى ينفع تحمير وينفع للطهي، واحنا بنشتري كده بنبقى عارفين، عشان ساعات بتبقى في موسم معين من البطاطس، بتبقى البطاطس لو حمرتوها لو خدت لون ومن جوه ما استوتش، فدي ما بتبقاش بطاطس التحمير. وساعات بيحصل كده في البطاطس اللي بتبقى بعد البطاطا او مع البطاطا، بتبقى ليه اكثر ايه يعني، فيها نسبه سكر مكان التربه نفسها، فبتلاقوها اتحمرت من بره كتير. خلينا كده نشوف الوصفه بتاعتنا هي عباره عن ايه. قوارب البطاطس المفرغه، انا عندي بطاطس مفرغه هقليها نص قليه بسيطه، تشويحه بسيطه كده، وعندي صدور مكعبات، مش شرط ان انا اشتري الصدور، انا ممكن يبقى باقي عندي شويه يعني ربع فرخه، حبه فراخ باقيه مستويه، مش مشكله يعني، مش شرط تكون حاجه مخصوص. عندي بصل مفروم، وعندي جزر، وعندي كوسه، وعندي بسله، صلصه، زيت، بابريكا، بصل باودر، ملح وفلفل، جبنه موتزاريلا للوش او لاي نوع جبنه حضراتكم حابينه، كمان لو عندي قرع هحط، لو عندي بروكلي هحط، لو عندي مشروم هحط. انا يعني بقول لحضراتكم اللي انا هعمل بيه، لكن حضراتكم ليكم حريه الايه الاختيار، وببعد عن الحاجات اللي تبقى مكونات كتير فيهم حاجات كتير يعني مش اقتصاديه، فتبقى المكونات مش مكلفه، فنقول ايه كنا طبخنا لحمه احسن مثلا، يعني عشان برضو ايه انا بعمل ده هدف لحضراتكم من خلال برنامجي، لانه اتطلب مني اعمل حاجات اقتصاديه بشكل معين يبقى فيها نسبه خضار عاليه. كمان في ناس فيجيتيريان ما بياكلوش، فاحنا لو هم فيجيتيريان هنشيل طبعا الفراخ مش هنحطها، لكن ممكن بقى ساعتها احط المشروم على انه بروتين قوي ويساعد وكانهم كانوا لحمه بالظبط، ما فيش اي مشكله خالص. طيب انا هنا لازم اجفف البطاطس قوي، ودي برده من ضمن الحاجات. بصوا بقى انا بغسل يعني البطاطس دي، لو انتوا هتخزنوها في الثلاجه او بتشيلوها في الثلاجه، بغسلها كويس بالفرشه الخضار، وبعدين بنشفها كويس قوي وبشيلها.
خلاص في حاجات خاصه بالخضار بتتحط عشان هي في الصيف ممكن تعمل يعني تلاقوها بقى ايه باظت بسرعه وما بقتش حلوه. وبعدين بقشرها وبعدين باخدها اقطعها نصين بالطول. بصوا حضراتكم هي متقطعه نصين بالطول، خدت كده جزء وبعدين بالمعلقه قعدت اخفف اخد شويه من ده. انا ممكن كمان الحشو اللي هنا اخده من ضمن الحشو بتاعنا، مفيش اي مشكله، يعني اقدر اخد الحشو ده احطه مكان الحشو. طب لو انا هستخدم حتى بطاطس ثانيه للتحمير بنشفها بس عشان ما تقعدش ترطش في الزيت كتير، هديها بس نص قليه كده خفيفه. خليني كده ايه اعمل كده بسم الله حاجه بسيطه وانشف تاني هنا وهبدا اشتغل في الايه الحشو بتاعها كده. طبعا الميه دي فيها ملح عشان طبعا البطاطس بيبقى محتاجه نسبه ملح عشان يبقى فيها طعم يعني، وهي كمان لو اتحطت ضمن مجموعه خضروات بتسحب من نسبه الملح شويه كده. هبدا انشف كده كويس، تاخد بس ممكن نشوحها مفيش مشكله، بس انا عايزه ايه زي ما بنعمل البطاطس اللي باللحمه المفرومه حضراتكم اللي بنقورها الصغيره دي، هي نفس الفكره بس انا هحشيها هنا خضار وحاجات جميله. بسم الله. اوكي هجيب منديل تاني كده. شايفين الجمال؟ الحشو بتاع البطاطس حضراتكم تقدروا تحطوه من ضمن الحشوه مفيش مشكله خالص، قطعوه وياخد نص تحميره برده لوحده كده ويتحط من ضمن الايه او يتعمل كقاعده تحت القوارب اللي احنا هنعملها دلوقتي. تمام هي بدات اهي تقول حاجه، خلاص هشيل بقى الميه دي وهبدا اجهز بقى طاسه. عندي هنا طاسه، هحتاج طاسه كده جميله، ممكن ايه حد يجيب لنا بقى طاسه؟ عايزين طاسه يا مصطفى؟ كده اهو هنبدا نشوح فيها الايه الخضروات. بصوا بس تاخد نص كده وهعمل طبق صغير احط فيه تسلم ايديك، واعمل ايه احط فيه شويه مناديل كده تطلع عليهم كده. اوكي هنعمل كده كده هنا عشان نطلعها ونخلي معانا ايه الشوكة دي والملقاط. ماشي شوكة كويس، نقلب بس كده تقليبة نص نص واحدة كده، وانا بسخن هنا الطاسة على النار هنا تسخن ونبدا نشوح فيها الايه الخضروات. حاجه بسيطه جدا نقدر من بواقي حاجات موجوده عندنا في البيت نتعامل مع الموضوع بشكل لطيف. انا هنا هبدا اجيب كده معلقتين زيت زيتون وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم هاخد كده معلقه هبدا اضيف البصل بسم الله. بصل بقى اخضر، عايزين تحطوا كرات، عايزين الخضروات اللي تريح حضراتكم اللي موجوده في البيت يعني استغلوها واستخدموها مفيش مشكله، اي حاجه فيها خضروات هي مفيده جدا جدا، بل بالعكس لو حاجه دبلت موجوده عندي وعايزه استغلها هعمل كده. هاخد رشه بس من الملح وهاخد رشه كده من الفلفل نطعم البصله بتاعتنا نديها تشويحه حلوه كده، وانا هبدا انزل معاها بسم الله المكعبات الايه اللي انا مقطعاها او بواقي الفراخ اللي موجوده اتنسرتها كده، وانا بقى هبدا اشوح دول. مش هعمل اي حاجه خالص غير لما حضراتكم ترجعوا لي هستسمحكم في استراحه بسيطه، هنطلع هشوح دول مع بعض مش هعمل اي حاجه الا ما ترجعوا لي بعد الاستراحه نستكمل مع بعض الشوط الثاني. اهلا
اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. رجعنا من الاستراحه وهنبدا مع بعض الشوط الثاني. دلوقتي انا شوحت البصل مع رشه من الملح والفلفل مع زيت زيتون، وحطيت مكعبات الفراخ المتبقيه عندي، كان بقى صدر فرخه حته صغيره مش فارقه، حبيت اعزز بس ان يبقى في حاجه مع الخضار. طبعا لو في مشروم يبقى خلاص، في بروكلي، في اي حاجه من الحاجات الحلوه دي تمام. حطيت شويه الجزر، وبعدين هضيف البسله. بسم الله كده، وهنقلب برضو مع بعض تقليبة حلوة. البطاطس أنا ممكن أبدأ أطلعها، هي يعني نص تسوية، أبص عليها كده. البطاطس خدت رشة ملح وفلفل، خليني كده هنا، معلش انا هقلب كده عشان تتصفى كويس وبعدين هوريها لحضراتكم. اهي تبقى سخنه بس تمام. وهنا كمان طبعا، هي لو مشويه في الفرن هتبقى احلى. ده في بقى صنف بالمشوي عايزه اقول لحضراتكم رائعه جدا، بتتباع بره غاليه جدا في النوادي كلها، في بعض الاماكن والمطاعم بتبقى رائعه وغنيه جدا وجميله وهتعجب الولاد قوي. طيب احنا كده شوحنا كل الخضروات، هضيف في الاخر الكوسه عشان الكوسه مش بتاخد وقت، وانا مش عايزه الخضار يبقى مهري، انا عايزه الخضار يشم النار ويبقى جميل، يعني لسه فيه حيويه عشان استفيد بالفيتامينز اللي فيه. هيخش الفرن تاني، انا مسخنه الفرن يا دوب بس تاخد لها كده شويه فيه. احط هنا في النص دايما، اوسع لنفسي كده عشان انزل هنا الصلصه عشان ايه، اطلع منها الماده الحافظه. وزي ما قلت لحضراتكم يفضل الصلصه اللي في البرطمانات الزجاجيه، دايما الحديد او كده، حتى لو انتوا هتجيبوها من الحديد جيبوها وما تسيبوهاش في العلبه، انقلوها انتوا في برطمانات زجاجيه علشان تبقى في الامان، وضيفوا عليها زيت للحفظ. ده بس اللي هربت هنا وهنا، وهنطفي بقى على الزيت هنا خلاص. هنقلب تقريبا كده حلوه، هدي بعض التوابل الحلوه، بابريكا كل الحاجات الجميله دي، وطبعا هدي كمان رشه ملح وفلفل، نقطتين ميه بس الاول يدوا روح للخضار. ده هنقلب تقريبا حلوه كده، ونعمل بقى وصفة لطيفة ريحتها جميلة. هناخد رشة ملح وفلفل تاني، وبرده رشة من نقطة مية كمان بس كده، وانا هحط فيها شوية صوص وانا بحشي بيها القوارب بتاعة البطاطس. واحنا حطينا بقى جزر، فلفل الوان، خدنا البطاطس نص قليه كده، حطينا بسله، حطينا بواقي فرخه عندنا ربع فرخه، حطينا البسله، حطينا كوسه، رشه ملح وفلفل بقى بسيطه تانيه، بواقي الجبن قلنا اللي بتنشف عند حضراتكم ما ترموهاش، بنروح ضربينها في الكبه ونحطها كده في اكياس ونشيلها في الفريزر، تنفع بقى وقت ما نكون عايزين حاجه على الوش، بنعمل فطيره، بنعمل معجنات، تدي تيست وطعم، نعمل مكرونه في اي وقت، الحاجات دي كلها بتفرق جدا الحقيقه. كده الريحه روعه بصراحه.
يا سلام. هنا بقى هجهز القالب اهو. هنا كده هحط بس نقطة زيت زيتون نقلب تقليبة حلوة. مش عايزة بقى الخضار خلاص يستوي اكتر من اللازم كده. تعالوا بقى نرفع الخضار الحلو ده نروح نحشي مع بعض هناك قوارب البطاطس. بسم الله. هنا هاخد كده الاول معلقة او معلقتين كده بالصوص تحت. لا عايز بقى على فكرة الوصفة دي لوحدها اصلا تتحط في طاجن في الفرن تطلع روعة. يعني اذا عندكم بواقي حاجات وعايزين تستغلوها تعالوا بقى ناخد قوارب البطاطس كده. وبعدين نبدأ بقى نحشي القوارب الحلوة دي كده. هنا هناخد كده. بسم الله. بس انا اسمحولي هتحايل على الموضوع ده بحاجة لطيفة كده. هحط هنا الاول تحت رشة جبنة الاول ماشي عشان تطعم الايه البطاطس من تحت يبقى ليها طعم كده. كده نعمل كده وبعدين نحط شويه الخضار وهنحط تاني على الوش زي ما انتوا عايزين اهو. لطيفة جدا. ممكن بقى كده اظبط دي بس كده. ايوه نحشي بقى بالحلو ده. عايزين عندكم بقى صوص مثلا هفترض بشاميل عندكم مثلا ممكن تعملوه بحاجه زي البديه شوفان مثلا يبقى خفيف مع لبن خليل دسم للي حابب بقى حاجه خفيفه. بما ان احنا عملنا البطاطس ولو عايزين تشوي البطاطس هنعملها بنفس الطريقه بس احط كده رشه زيت زيتون ورشه ملح وفلفل وهدخلها الفرن تكش برضو وهتاخد الفريم بتاعها الذهبي الخفيف وهتبقى بقت مشويه من غير ما احنا نعمل لها دي. بس انا قلت لانه انا عارفه ان في اصدقاء كتير بيحبوا يعملوا وصفه البطاطس اللي بال انا كده بخلط بس نوعين الجبنه مع بعض حاطه تحت موتزاريلا مع هنا وندخلها بقى الفرن تسيح كده وتبقى جميله كده. هنا كده هنا كمان كده هنا شويه. عايزين تنكهوا بقى بشويه زعتر شويه روزماري شويه ريحان اللي يريح حضراتكم انتوا وذوقكم وزي ما بتحبوا. يعني القصه يعني بسيطه والمنكهات دي دايما كل واحد حر فيها لانه التوابل كمان امزجه. يعني في ناس ممكن تحب حاجات مع بعض في ناس تانية ما تحبهاش فزي ما حضراتكم تحبوا. أنا دلوقتي الفرن عندي سخن على حرارة 180 شغلت الشواية وشغلت الفرن عشان تسيح وتبقى برضو بتسخن. اللي عايز يحط شوية صوص براحتكم عايزين شوية صوص أبيض صوص أحمر زي ما انتوا عايزين. بس هي الحقيقة جميلة وبتتاكل رائعة
وفيها برضو نسبة نشويات لا بأس بيها ولكن مش كتيرة. هندخلها الفرن وإيه، هنسيبها بقى تاخد لون كده وشكل تحت الشواية ونبدأ إيه نجهز. طيب أنا دلوقتي هفترض إن اتبقى معايا زي ما حضراتكم شايفين كده الشوية دول، أقدر أحطهم في طاجن صغير، طاجن صغير وعليه شوية عصير طماطم بسيط قوي، ويدخلوا الفرن ياخدوا يدوا مع بعض يكملوا تسويتهم، ويبقى معايا طاجن صغير ممكن يتقدم جنبه شوية رز بالشعرية ويتاكلوا مفيش أي مشكلة خالص. يعني إحنا إزاي نقدر نفكر إن إحنا نشغل بواقي الحاجات اللي ممكن تبقى عندنا؟ سهل، أو أشيلهم في الفريزر لحد ما وقت تاني أحتاج الحشوة دي في حاجة تانية فأستخدمها. الحاجات دي ونكتب عليها، مهم قوي الاكياس تكون اكياس تخزين، حضراتكم تكتبوا عليها تبقوا انتوا عارفين دي حشوه كذا، دي من يوم كذا. التاريخ مهم جدا عشان التاريخ ده بيخلينا دايما نشوف الحاجات اللي بقالها فتره نستخدمها الاول، وبعدين الحاجات اللي لسه عاملينها ندخلها بعديها. دي من ضمن الحاجات اللي ايه المهمه برضو ان احنا ناخد بالنا منها. الوارد اولا يصرف اولا عشان ما يبقاش بنسيب حاجات في الثلاجه او في الفريزر تعدي عليها الوقت وتبوظ. طيب عندنا وصفه بقى من الوصفات الحلوه لطيفه جدا، من الوصفات اللي يعني برضو محببه، هي جديده شويه. احنا سمعنا عن وصفات في الحلو زي المدلعه وزي المدلوقه اللبناني، ودلوقتي بقى في المستريحه. ايه المستريحه دي؟ وصفه بسيطه جدا جدا لكن كلها مسميات، خلينا نبقى عملناها عشان لو حضراتكم شفتوها على يعني يوتيوب على فيسبوك على انستجرام تبقوا حضراتكم عارفين ان هي دي وصفه الايه المستريح. وطبعا الحشو يرجع لحضراتكم. انا هستسمح حضراتكم بقى قبل ما ابدا فيها، هنطلع فاصل وهنرجع نستكمل مع بعض في الاكسترا تايم ونشوف اخبار المستريح. في انتظار حضراتكم.